السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوين حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل القناة التعليمية. سيكون لنا في هذا الدرس حديث حول شمع النحل وسيكون من محورين اثنين. المحور الأول سنتحدث عن كيف نحفز النحل إلى بناء الشمع حتى ننطلق ونجيش النحل بسرعة في بداية الربيع. والمحور الثاني أو المحور الآخر أين يتم وضع الأساسات الشمعية بطريقة صحيحة وعلمية. فنبدأ على بركة الله في المحور الأول الذي سنتحدث فيه عن كيف نحفز النحل على بناء الشمع. ستكون النقطة الأولى في هذا الموضوع هو حول اختيار شمع الأساس المناسب. شمع الأساس المناسب سيكون له عدة نقاط. أولا اختيار نوع الشمع أو جودة الشمع. اختيار جودة الشمع كيف يكون ذلك؟ من خلال التركيز على عدم وجود شوائب أو يتخلله بعض المواد الكيميائية. النقطة الثانية في اختيار الشمع هو التركيز على النوع الطبيعي الذي يعتبر هو الأفضل والأجود والأرغب من ناحية النحل يقبل عليه، وخاصة إذا أخونا النحل يقوم بجمع هذه المواد أو هذا الشمع من منحله ويقوم بطباعته شخصيا، هذا يكون أفضل له وللنحل من حيث البناء والانطلاقة بسرعة. وكذلك نقطة مهمة هي التركيز على حجم وشكل الأساسات الشمعية لأهمية ذلك. النقطة الثانية حول تحفيز النحل هي تهيئة الخلية. كيف نهيئ الخلية؟ أولا النقطة الأولى وهي النقطة المهمة هي أن تكون هذه الخلية قوية وذات كثافة نحلية، لأن الخلية القوية تكون خلية صحية وتنشط بشكل كبير على بناء الأساسات الشمعية. سيسأل سائل يقول طيب أنا عندي خلية تتكون من إطارين أو ثلاثة، وأنت تتحدث عن الكثافة وقوة الخلية. سنقول لك هناك طريقة سهلة وبسيطة. قم بضغط النحل. قم بضغط النحل يعني النحل يغطي الإطارات التي في الخلية فقط، وشاهد ماذا سيحدث عندما تضع أساس شمعي لهذه الإطارات الاثنين أو الثلاثة. سيقوم النحل ببنائه بشكل جميل ومرتب. ومن النقاط المهمة في تهيئة الخلية هي توفير الغذاء المناسب. توفير الغذاء المناسب كيف يكون ذلك؟ وهو من خلال توفير المحلول السكري وحبوب اللقاح، وهنا تحفز النحل على البدء في الانطلاقة وببناء الشمع بشكل جميل ومميز. لا ننسى النقطة الهامة في تهيئة الخلية وهي درجة الحرارة. بعض الإخوة يقول لا يبني النحل الشمع لديك درجة حرارة محددة. البعض يقول يجب أن تكون درجة الحرارة 15، والبعض الآخر يقول 18، والبعض الآخر يقول 20، ونحن نقول 20 هي الشكل المناسب للبناء الشمعي وانطلاقة النحل. إذن أربع نقاط في تهيئة الخلية ذكرناها وهي قوة الطائفة، وإذا كانت ذكرنا إذا كانت الطائفة ضعيفة كيف نتصرف في ذلك، وتقديم التغذية، ولا ننسى درجات الحرارة. هذه بالنسبة لتهيئة الخلية. الآن هي النقطة المناسبة كيف نحفز النحل، كيف نجبر النحل على البناء الشمعي بسرعة. النقطة الأولى هي تقديم التغذية السكرية أو تقديم المحلول السكري، هذا يحفز النحل ويعطيه طاقة قوية على البناء. النقطة الثانية هي إنزال الأساس الشمعي في الوقت المناسب. في الوقت المناسب عندما يكون النحل بحاجة إليه يتم إنزاله. وكذلك لا ننسى أن وضع الإطار، أين يتم وضع الإطار، سنتحدث عنه في نقطة في المحور الثاني. وضع الإطار في المكان المناسب هذه يسرع من
وتيرة بناء ومط الأساسات الشمعية. كذلك من النقاط التي تحفز النحل على الانطلاقة في البناء الشمعي هي رفع الإطارات القديمة، رفع الإطارات القديمة وإنزال أساسات شمعية. النحل يحس أن هناك حركة في إنزال الأساسات وترتيب في إنزال الأساسات من قبل النحال، فهنا يعمد إلى مط الأساسات بشكل جميل ورائع. هناك بعض المنكهات وبعض المواد التي تحفز النحل كذلك على الاستمرار والسرعة في بناء الأساسات الشمعية، لأنها تعطيه طاقة قوية يستطيع من خلالها النهوض بسرعة في بناء الأساسات الشمعية. ولا ننسى أو نذكر أخونا النحال المتمرس والمتمكن في تربية النحل أن الأمور التقنية التي يجودها أخونا النحال هي الحافز الرئيسي والمهم في مط الأساسات الشمعية وبناء الأساسات الشمعية بسرعة وفي وقت قصير جدا. كذلك يجب على أخونا النحال مراقبة الخلية، مراقبة دورية جيدة، والاطلاع على كيف يقوم النحل ببناء الشمع والفترة التي يبني فيها الشمع، وهل الشمع مبني على شكله الصحيح أو لا. من هنا الآن ذكرنا كيف نحفز النحل على بناء الشمع، الآن سنتحدث حول المحور الثاني وهو أين نضع الأساسات الشمعية، وهذه نقطة مهمة جدا جدا. وقبل هذه النقطة سأتحدث عن مداخلة مميزة جدا. هو دائما عندما يسأل أخونا النحال أو نسأل نحن المبتدئين الدكاترة والعلماء والأكاديميين في تربية النحل، نقول لهم أين يتم وضع الأساسات الشمعية، نجد البعض يقول ضعه في وسط الخلية، ونجد الآخر يقول ضعه رقم 2، ونجد الآخر يقول ضعه رقم 2 في اليمين وفي الشمال. ونحن نوضح هذه النقطة الهامة جدا جدا. الأخ النحال يتشتت في هذه المعلومة، فتجد بعض النحالين يقول لك ضعه هناك، والآخر بناء على ما سمع من الإخوة الأساتذة وكبار مربين النحل في الوطن العربي. سنوضح هذه النقطة ونتحدث عنها بالتفصيل. الخلايا الضعيفة التي تتكون من إطارين أو 3 أو 4 يتم إنزال الأساس بالرقم 2، يتم إنزال الأساس بالرقم 2، وإذا لاحظنا نهوض سريع يتم وضع غطاء آخر في الجهة الفارغة من الخلية. فعندما يبني النحل الإطار رقم 2 نرفع الغطاء ونضعه رقم 2 ونقوم بدفعه قليلا وننزل الآخر كغطاء. هذه النقطة الأولى، هذا بالنسبة للخلايا الضعيفة. أما بالنسبة للخلايا القوية فيتم إنزال الأساس وسط الخلية مباشرة، هذا تحفيز ممتاز للنحل يقوم بمط الأساس بسرعة حتى لا يجعل الخلية متشتتة إلى جزئين فيعمد إلى بناء الإطار في وسط الخلية أو وسط الحضنة، قد يصل أحيانا إلى يوم، والبعض إذا كانت الخلية قوية أقل من ذلك. والنقطة الثالثة هو أين نضع الأساسات الشمعية. إذا كانت الخلية قوية ومشتدة يمكن أن نضع رقم 2 من اليمين ورقم 2 من الشمال، وهذه هي الأماكن الصحيحة والدقيقة لوضع الأساسات الشمعية. دمتم في رعاية الله وحفظه. محدثكم المهندس عبد الرحيم الجابري من اليمن.